قصة هذا الرجل قصة عجيبة وحكاية مريبة تذهل العقول. يقول أحد المشايخ: في يوم من الأيام أتت إلينا جثة لنغسلها في المغسلة، فلما وضعناه على خشبة الغسل وإذا هو ملفوف في خرقة بيضاء لا يظهر منها شيء. فلما كشفنا عن وجه هذا الرجل قد تشاءمنا منه شرا، وإن وجه هذا الرجل أسود وتعلوه الظلمة، فقلنا لعل هذا لون بشرته. فلما كشفنا باقي الجسد بعدما سترنا العورة تبين لنا أن لون بشرته بيضاء لكن وجهه أسود مفزع، فتشاءمنا من هذا الرجل. وقال الشيخ المغسل لأعوانه: أنا لا أغسل هذا الرجل حتى أتبين من حاله هل هو كان يصلي أم لا. فقال له أعوانه: يا شيخنا، إذا انتظرت عندما تسأل عن حاله فسوف تفوته الصلاة ووقت الصلاة قد اقترب. فقال الشيخ: غسلوه أنتم. فلما غسلوه وكان ضعيف الجسم نحيل الحال تثاقل عليهم ولم يستطيعوا أن يغسلوه إلا بشق الأنفس. فلما غسلوه وكفن وصلي عليه ثم ذهب به إلى المقبرة، فحدث هناك حدث غريب أذهل هذا الحدث الجميع وأبكى الأهل والأحباب. فلما وضع الجسد في اللحد وصف اللبن وأهيل عليه التراب وسوي بالأرض، حينها فجأة حدث حدث غريب عجيب، فإذا بالقبر يتحرك وتغيرت أحوال ذلك القبر وحدث ما لم يتوقعه أحد. انخسف ذلك القبر ودخل داخلا وبدأ الجميع بالبكاء والصراخ، والقلوب تتفطر والعيون تدمع والعقول في ذهول ويكاد الشعر يشيب من الرأس. فقال الشيخ: لعل سواد وجهه له شأن في ذلك الموقف. فقال الشيخ: اذهبوا واسألوا عن حال ذلك الرجل لعله لم يكن يصلي. فلما ذهبوا ليسألوا أهله عن ذلك الرجل فقالوا: ما حال صاحبكم؟ قالوا: إن صاحبنا كان طيبا وكان كريما وكان رجلا معطاء. فقال الشيخ: لا نسأل عن ذلك بل نسأل عن صلاته، هل كان يصلي؟ فقالوا: إنه كان يصلي، إنه كان يصلي، كان من أصحاب الصلاة وهو الآن مقصر في صلاته، وإنه يشرب الدخان، وإنه مسبل لإزاره، وإنه في شيء من الكبر. فقال الشيخ: أنا لا أريد هذا كله، أنا أسأل عن صلاته رغم ما قلتم إن فيه شيئا من كبائر الذنوب، لكن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال الشيخ: حدثوني عن حال وفاته، ماذا حدث له لحظة خروج الروح؟ فقالوا: إنه جلس 3 أيام يشاهق الروح فلا تخرج، والله إنه لينهق كما ينهق الحمار فلا تخرج روحه. قال الشيخ: فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ذلك الرجل: إن الرجل الصالح تخرج روحه وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أما الرجل الفاجر فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال ابن كثير رحمه الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي وسكراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم يضربونهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، فإذا الكافر احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده، تتفرق من ذعره وخوفه من هول المنظر الذي رآه، منظر ملائكة العذاب. ثم هذه البشارة الشنيعة بهذه الألوان من العذاب، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج.
فهي تعرف إلى أين ستخرج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم رغما عنهم، قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وكذا تهانون كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول الله تعالى: فلو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. وإن الموت له شدة وله رهبة وله ألم شديد والعياذ بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فتبشر بألوان العذاب وآخر من شكله أزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نزل به الموت قال له ابنه: يا أبتي، قد كنت تقول إني لأعجب من رجل ينزل به الموت ومعه عقله ولسانه، كيف لا يصفه؟ فقال: يا بني، أعظم من أن يوصف، ولكن سأصف لك منه شيئا. والله لكأن على كتفي جبال رضوى وتهامة، وكأني أتنفس من سم إبرة، ولكأن في جوفي شوكة عوسج، ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما، فيا لشدة الموت ويا لسكرة الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب: يا كعب، حدثنا عن الموت. قال: إن الموت كشجرة شوك أدخلت في جوف ابن آدم، فأخذت كل شوكة بعرق منه، ثم جذبها رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع وأبقى منها ما أبقى. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تهون علينا الموت وسكراته. اللهم اجعل خروجنا من هذه الدنيا على شهادة التوحيد وعلى سنة نبي التوحيد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة بالروح والريحان، ورب راض غير غضبان، ونعوذ بك من ميتة السوء، ونعوذ بك من ميتة السوء، نعوذ بك من ميتة السوء يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.